السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا عن موضوع تاع تحلية مياه البحر في الجزائر والسياسة نتاع الجزائر لمحاربة يعني النقص في المياه، قضية ندرة المياه في يعني طريقة محاربة لقضاء نهائيا على هذا المشكل في آفاق 2030. والخطة هي فيها تندرج على 3 نقاط مهمين جدا. النقطة الأولى هو قرار رئيس الجمهورية بتعميم إنشاء محطات تحلية المياه على كل ساحل الجزائري، الساحل البحري، على مدى 1250 كيلومتر. سوف يتم إنشاء محطات لتحلية مياه البحر في كل الأماكن والتجمعات السكانية والمدن والتجمعات السكانية القريبة من الساحل، إذن على طول الساحل. هذا القرار الأول. القرار الثاني هو إنشاء وكالة وطنية لتحلية مياه البحر، كما كاين وكالة وطنية للطاقة الذرية أو وكالة وطنية للميادين أخرى. إذن فيه الآن إنشاء وكالة وطنية لتحلية مياه البحر، وستتكفل بتسيير هذا الملف الهام جدي جدا والمصيري والاستراتيجي بالنسبة للجزائر. والنقطة الثالثة هي إنشاء فرع جديد في التعليم العالي، يعني تخصص جديد في ميدان تحلية مياه البحر. ومن الآن فسوف يكون لنا مهندسين مختصين في ميدان تحلية مياه البحر. هذا هو النقط الثلاثة التي يعني فيها شط إنشائي بنى تحتية وكذا، وكان الشط الآخر هو تكوين يعني المهندسين في هذا الميدان، وهذا شط مهم جدا لتأطير هذه المحطات. وكان الشط الثالث وهو شط سياسي في إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير الملف تاع المحطات هذه تاع تحلية مياه البحر. إذن هذه هي نقاط ثلاثة، نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.